قاعد ديالنا في المغرب والكابون ديما الشباك ديالنا غتبقى نظيفة وغنضربوهم خمسة الأهداف اللي صافر وغنبقاو الفرقة اللي جات نضربوها بخمسة الأهداف إلى غيتحللنا نجيبو الانتصار ونجيبو الكوب من الكابون وديما حنا نقول غيبقى ناس دوري دور ما كيوصلوش كنلعبو في كاريتيز ودي الخصم الكل ديالنا كيبقى هاني جينا بغينا الرحيم يدخل يخدم يلعب اللقاء كامل واللعاب الاخرين ديال افا سونتري يرتاحوا لينا بهذه المقابله هذه عندنا حنا استراحه المقابله الجايه وربحوا ان شاء الله بخمسه ديال الاهداف مقابل صفر الاشتباك ديال المغرب تبقى نظيفه الى غايه نهايه كاس افريقيا ويكون الاحتفال ديالنا والفرحه ديالنا كبيره مع صاحب الجلاله بالكوب اللي غنجيبهم لافريقيا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسانك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masanktv.ma.